ركز مع الحكومة عشان الكرنيهات. هات ورق ثاني. مش علينا كده بالعرض. لا يا ابوي الذكرى. خلي بالك اللي لفيت يعني انا بلف لك كده لفيت انت الظهر مش لازم نلاقي انا حاضر ايوه راجل نظره برضه الناس هذه سيرك او سيرك ان شاء الله الو Thank you.
تصور العرسفور ده راجل عالف وراك ليجي ساعه مخصوص عشان الله الو 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 الله 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 Yeah, no, what's up?
احنا المهم عندنا ان نرتكب وقعه يا رجل.
Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن كتاب الله شرعة ومنهاجا ودستورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه الأبدي الأبد سبحانه الواحد الأحد سبحانه الفرد الصمد سبحان من لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من أجرى السحاب بالماء الثقال وأنزله على الأرض لينبت كل ما فيها وحدوا من حكم لنفسه بالبقاء وحكم بالموت والفناء على كل من فيها وأشهد ويشهد معي كل موحد بالله أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة أدى الأمان نصح للأمة كشف الله به الغمة جزاك الله عنا يا سيدي خير ما جزى نبياً عن أمته أو رسولاً عن رسالته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد في كل وقت وحين. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا العرس الجرجاوي في هذه اللحظات التي تعد من أسعد اللحظات التي تسعد القلوب وتنشرح بها الصدور، وهي لحظات الرضا، لحظات السعادة، لحظات المحبة، لحظات المودة، لحظات الصلح والوفاق. جلسة صلح مباركة بين آل السيد بالبياضي والجرية قسم شرطة جرجا وآل حمد ببندار الشرقية والنجوع مركز شرطة جرجا
خير ما نستهل به هذا الحفل الطيب المبارك، القرآن الكريم دستور السماوات والأرض، والقارئ فضيلة الشيخ فتحي أحمد سليمان مدرس القراءات بمعهد قراءات جرجا، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهال صلوا على سيدنا رسول الله على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن
فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك الراشدون فضلا من الله والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تنفي فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ عنه النبي الأمي الأمين، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. أيها الجمع الطيب، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هكذا اختتم فضيلة الشيخ فتحي تلاوة. مرحبا بكم جميعا، اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا باسم العائلتين، باسم آل حمد ببنضار الشرقية ونجوعها، وباسم آل السيد بالبياض والقرية. أرحب بكم جميعا وباسمكم جميعا أيها الحضور الكريم، نرحب بالسادة رجال المنصة الكرام، نرحب ترحيب مصحوب بالشكر والتقدير للسيد اللواء هشام الشافعي مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، مرحبا بكم. نرحب بالسيد الدكتور بسام أحمد عزام سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج نائبا عن السيد الوزير المحافظ، مرحبا بكم. نرحب بالسيد اللواء أشرف نصحي نائب المدير لقطاع الجنوب. نرحب بالسيد العميد عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي. نرحب بالسيد الآن أنا في رجال المنصة حتى لا يعتقد أنني أرحب بصاحب البلد في بلدي. نرحب بفضيلة الشيخ عبد الباقي سنجر ممثل إدارة أوقاف جرجة. نرحب بالقمص بسليوس عازر إسحاق راعي كنيسة الأنبا شنودة ببندار الشرقية. نرحب بالسيد النائب رشدي همام نرحب بالسيد النائب رشدي بهمام عضو مجلس النواب. نرحب بالسيد النائب محمد الجبالي عضو مجلس النواب، ونرحب بالمهندس علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجيا، ونرحب بالسيد العقيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة مرور سوهاج، كما نرحب ترحيبا مصحوب بالشكر أيضا
للسيد العقيد أحمد عزيز رئيس فرع بحث الجنوب، ونرحب بالعقيد أحمد حسني الشريف مأمور مركز جورجيا، ونرحب أيضا بالمقدم محمد سعد فراج مفتش مباحث جورجيا، ونرحب ونشكر الرجال الذين تعبوا معنا من رجال مركز شرطة جورجيا وقسم شرطة جورجيا: السيد الرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث قسم جورجيا، والسيد الرائد إسلام حمزة رئيس مباحث مركز جورجيا، والسيد النقيب محمود زكي معاون أول مركز جورجيا. كما نرحب بالسيد الرائد أشرف علاء نائب مأمور قسم جورجيا. السيد الشكر موصول، وإن كنت أتذكر أنني ذكرت، ولكن البعض من حولي يذكرني، وهذا من جميل المواقف أن يذكر بعضنا بعضا. أتوجه بالشكر والتقدير للسيد العميد محمد حامد رئيس فرع الأمن العام بسوهاج. إن شاء الله ما أروحش في داهية. إن كان حصل. مرحبا بكم جميعا. الناس بالناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، وأكرم الناس من بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجات، لا تقطعن يد المعروف عن أحد، لا تقطعن يد المعروف عن أحد، فالأيام طارات، لا تقطعن يد المعروف عن أحد، إن كنت تقدر فالأيام طارات، واذكر صنيع فضائل الله إذ جعل للناس لا لك عندهم حاجات، قد عاش قوم وهناك من مات. انتبه إلى آخر بيت فيما قاله الشافعي: قد مات قوم وما ماتت فضائل. فيه اللي عيموت ينسى، وفيه اللي عيموت فضائل موجود. قد مات قوم وما ماتت فضائله، وقد عاش قوم وهم في الناس أموات. عارفين القوم دول مين؟ اللي هم عاشوا وهم في الناس أموات. اللي ادى من وقته 99 لنفسه وادى 1% للمجتمع، أهو ده عايش ميت، عايش ميت، عايش ميت. ليه؟ لأنه يضرب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، كأن بيقول له يا نبي أنت كاذب فيما تقول، يضرب عرض الحائط. ليه؟ النبي قال ايه؟ لئن أمشي في حاجة أخي. عارف كلمة حاجة أخي اللي قالها النبي؟ سعي في صلح، قضاء حجم أموال، قضاء زنقة في أي حاجة، أي حاجة. ده النبي حبيبك محمد يقول إيه؟ لأن أمشي في قضاء حاجة أخي أفضل من أن أعتكف في مسجدي هذا.
اللي هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مع كلمة الوعظ والإرشاد وممثل الأوقاف فضيلة الشيخ عبد الباقي سنجر فليتفضل مشكو. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام والإيمان، الصلح المبارك، السادة أصحاب المنصة. أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنها لحظات طيبة مباركة تحفها الملائكة حينما نسعى جاهدين ونحصل على الرضا، والرضا نعمة من نعم الله عز وجل. السادة رجال الأمن، أحييهم بتحية نبينا محمد صلوات الله تعالى عليه، حينما قال في حديث موجز: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا شرف عظيم، لأن الأمن نعمة من نعم الله عز وجل. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. استمعنا إلى كتاب رب العالمين، نداء الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وتمعن القرآن الكريم، شوف القرآن بيقول إن جاءكم، ما قالش رجل ولا تحدث ولا ناقل، أطلق عليه بأنه فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولو فعل المسلمون القرآن الكريم ما وقعت مشكلة. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام. إيه هو النمام؟ اللي بينقل الكلام من هنا إلى هنا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. القرآن الكريم يعرفنا بنبينا ومصطفانا محمد، أستاذ الإنسانية ومعلم البشرية: الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقى هاتيها من الأهوال والظلمات. القرآن بيقول إيه؟ ما قالش واعلموا أن منكم رسول الله. شوف دقة التعبير. القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بيقول: واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله، ده فيك ساعة ما تسوي لك نفسك بفعل شيء يغضب الله ويغضب رسول الله. تذكر قول الحق تبارك وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. نبينا محمد صلوات الله تعالى عليه، الحق تبارك وتعالى أنزل عليه قرآن مطلع، أمرنا بالاعتصام ونهانا عن الشقاق والتفرقة بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرق واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. هذه الأمة انظر إلى المنزلة التي استمدت من رسول الله محمد صلوات الله تعالى عليه حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس بالمصغري بالعنجهي بالكبرياء بالتعالي. الله تبارك وتعالى يريد فعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أين الأمر بالمعروف وأين النهي عن المنكر في مجتمع الإسلام والمسلمين؟ انظروا إلى هذه الآية قول الحق تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف اللي هو الإحسان أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أشعر بالوقت الذي يطاردنا والانتظار الذي طال، لكنني أنقل إليكم تحيتي وتهنئتي مديرية أوقاف سوهاج سيد الوكيل علي تيفور وكيل الوزارة والعاملين بالمدريه أيضا إدارة أوقاف بندر جرجة فضيلة الشيخ جلال أبو جنادي والسادة رجال الأوقاف رجال الدعوة. أتقدم بخالص الشكر للسادة العمد والمشايخ رموز العائلات الجميع الذين يترقبون هذه اللحظات المباركة. لا أطيل على حضراتكم وإنما أقول لكم شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ عبد الباقي سنجر ممثل إدارة أوقاف جرجا. لم يشكر الله من لم يشكر الناس. الشكر والتقدير لكم ولصبركم. الله أسأل أن يجعل هذا الوقت زكاة عن أجسادكم وفي ميزان حسناتكم. في الحقيقة أيها السادة هذا الصلح له نكهة خاصة ومذاق خاص. لما؟ لأنه من المتعارف عليه أن اللجنة بمفردها تنتقل بين العائلتين أو الطرفين وتمهد وتحكم وتصدر حكمها وإلى آخره. لكن الصلح ده نكهته الخاصة إيه؟ إن اللي اشترك مع اللجنة وأعانها الطرفين يعني في ناس من آل حمد وناس من آل السيد هم الذين أعانوا ووصلوا بهذا الأمر إلى بر الأمان. اللجنة كثر ولكن أبدأ بشكر من ساهم من الطرفين. نتوجه بالشكر والتقدير للحاج عبد الناصر عبد الغني أحمد خليفة عن آل حمد الذين مهدوا الطريق وأعانوا وساعدوا في إنهاء هذا الأمر. والسيد الدكتور الأستاذ الدكتور أبو العزايز أحمد علي عن آل السيد بالبياضي والقرية. والشكر
لمن تعبوا في هذا الأمر وأنهوه على خير الحاج ممدوح النقيب والأستاذ أحمد محمد أمين النقيب والأستاذ عماد عبد المجيد النقيب والشيخ محمد هاشم كرسول. ربما يظن البعض أنني نسيت، الشكر من عند الله أفضل من شكري أنا، شكر من عند الله والجزاء من عند الله أفضل مما أقوله أنا، فمن سقط عن الذكر مني سهوا فهو الأفضل عند الله حتى أكون قد وفيت. كلمة الكنيسة يلقيها القمص بسليوس فليتفضل مشكو. بسم الله الذي نعبده جميعا، احنا بنهني انفسنا على الحضور الكرام، بشكر القيادات على محبتهم الفياضة وتعبهم من اجل جلسة السلام. فاحنا دايما بنسأل انفسنا الجلسة دي ليه؟ لو سألنا أنفسنا نقول الجلسة دي علشان بنبحث عن السلام، والسلام ده لا يقدر بشيء أبدا. أنا مش هنطول عليكم، هنقول آيتين من القرآن الكريم ومن الإنجيل المقدس كعظة لأنفسنا علشان خاطر نعيش في سلام. في القرآن الكريم بيقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في عدو مبين، وآية أخرى بتقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، وأيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونستشهد أيضا بآيتين من الكتاب المقدس يقول كن مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق لألا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي يسلمك إلى الشرطي والشرطي يلقيك في السجن. وأيضا تكلم أيضا طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. عشان كده لازم نخلي بالنا من أنفسنا ومن أولادنا عشان ما يتعبوناش. نوصي الشباب عشان احنا في عصر الانترنت والواتساب وحاجات فظيعه جدا دي اللي بتعمل بلبلات كثيره في مجتمعنا. عشان كده لازم نوصي اولادنا وشبابنا لان ما يزرعه الانسان فإياه يحصد. اللي هيزرع خير هيحصد خير في النهايه، واللي يزرع شر هيحصد شر. وأنا مش عايز نطيل عليكم، إحنا لازم نخلي بالنا ونبحث عن السلام لأن السلام بتبحث عنه الدول والمجتمعات والعائلات كله. شكرا على حسن صناعتكم لي، وشكرا وروحنا نقدر نقول ربنا يجعل أيامنا كلها سلام ومحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا قمص بسليوس ممثل الكنيسة. والآن مع كلمة المحافظة محافظة سوهاج يلقيها الدكتور بسام أحمد عزام سكرتير عام مساعد المحافظة فليتفضل مشكو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا النبي. إخواني وأحبائي أهل جرجا الكرام، السادة الحضور بالسرادق، العمد والمشايخ ورموز المجتمع وآل العائلتين الكرام، أصحاب الفضل في الحضور في حضورنا لنشهد هذا المؤتمر.
بداية أود أن أنقل لحضراتكم تحيات معالي الوزير الدكتور أحمد عبد الله الأنصاري محافظ سوهاج، والذي حملني رسالة لكم أنه يبارك ويثني ويقدر كل الجهود التي أفضت إلى هذه النتيجة التي نحن شهودا عليها. تقبلوا تحيات معالي الوزير، إنه لمن يمن الطالع أن يكون زيارتي الأولى لجرجا لحضور مؤتمر وحفل للسلام بين عائلتين كرام، وفي معية معالي اللواء هشام الشفعي مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والذي شرفت بالتعارف عليه منذ أن كلفت بمنصبي الجديد بسوهاج، ومن يمن الطالع أيضا أن يكون في مدة لا تزيد عن أسبوعين منذ قدومي أن يكون هذا هو الصلح الثالث الذي أحضره مع سيادته. المنصة الكريمة، أركان مديرية الأمن، السيد عبد الحميد بي أبو موسى مدير إدارة البحث لمديرية أمن سوهاج، محمد بي أبو حامد مفتش الأمن العام، أشرف بيز سيادة اللواء أشرف نصحي رئيس قطاع الجنوب، وكما أخبرني معالي اللواء مدير الأمن أن الصلح يقع بين مسؤولية أمنية لمركز الشرطة وقسم شرطة بندر، احنا بنقول عليه في طنطا عندنا البندر، وأنقل لكم تحيات أهل طنطا. السيد العميل سيد بي عز الرجال مأمور شرطة جرجا، السيد العميل أحمد الشريف مأمور مركز شرطة جرجا، نواب الشعب الأفاضل المحترمين محمد بي إسماعيل الجبالي رشد بي همام، السادة الكرام الأفاضل الذين سبقوني في الحديث، ممثلي الأوقاف والكنيسة، وقد أفاضوا في تناول التأصيل الشرعي لهذا الصلح، ولم يتركوا لي ولا للسيد مدير الأمن ما نقوله في ذلك، لأنهم تحدثوا قبلنا كده شمل. فأنا يعني حقول بعد التهنئة لحضراتكم أن هذا الحدث أتناوله من منظور آخر. أولا هو المنظور الأمن مرتبط بالاقتصاد، ودعوني أكرر ذلك وسأكرره لأنه حقائق. سيد مدير الأمن وأركان المديرية يسعون سعيا حسيسا لإطفاء بؤر الصراع. لماذا؟ حتى نحقق لكم ويتحقق لكم الأمن الذي يؤدي إلى الاستقرار، والذي يؤدي إلى زيادة الاهتمام بالتنمية ك
كمان بيحقق استقرار للناس في أرزاقهم وفي تنقلاتهم سواء هنا في سوهاج أو على مستوى الجمهورية، لأن هذه العادة المقيتة التي تسمى الصقر لا يقتصر الصقر فيها على مكان الحادث، ولكن ينتقل إلى قطاعات أخرى بالجمهورية وينشغل بها الأمن في القطاعات الأخرى برضو. الأمن مرتبط بالاقتصاد أيها السادة، لأن شرعا ربنا سبحانه وتعالى هو فضيلة الإمام قال أطعمهم من جوع ومنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة الكريمة توضح أن للعرب قبل الإسلام كان لهم نشاطا اقتصاديا، كان يعرف برحلة الشتاء والصيف، ولولا أنه كانت هناك تأمين وأمن متعارف عليه بقواعد متفق عليها بين القبائل، ما كانش فيه حيبقى تجارة ولا استقرار ولا. ربنا سبحانه وتعالى لما من علينا وقال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف حتى يؤكد لنا أن هناك نعم أجلها الاقتصاد والأمن، والاثنين مرتبطين ببعض، ودول منا من ربنا علينا. فيما يعرف في علم الاقتصاد بأن الأمن مرتبط بالاقتصاد في كل مناحي الحياة. أنا أقول لكم لحد إيه؟ لحد تأمين مباراة كرة قدم. العالم ينظر إلينا على أن تأمين البعض يستهتر بتأمين مباراة في دولة لكرة القدم. البعض قد يكون يقول إيه ده؟ لا لا، المستثمر بره بيقول البلد اللي ما تعرفش تأمن ماتش كوره فيها ما تعرفش تأمن رأس مال. شفتوا بقى يعني لحد ايه؟ فإذا كنا يعني بنقول انه احنا رأس المال جبان في التعريف او في مبدأ، يعني ايه؟ بيخاف على فلوسه. لو ما كانش في مجتمع آمن مش هينزل يعمل استثمارات، واحنا علشان نعمل استثمارات يبقى لازم نعمل أمن، ولازم البلد تستقر، وتستقر بان هي بتعمل تنمية على كافة الأصعدة، وكمان بتحتاج إلى استثمارات خارجية تأتي إليها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق نسب نمو عالية بيترتب عليها فرص عمالة وبيترتب عليها أرزاق الناس بتزيد. كل هذا يتطلب أن يكون هناك أمنا حقيقيا الاقتصاد هذا الوطن الذي نحيا على ترابه وشربنا من مائه ونيله. طيب ايه علاقة اللي احنا بيه النهاردة باللي انا قلته؟ علاقة قوية جدا، لانه الاستقرار يبدأ من الأسرة والعائلة والقرية والنجح إلى المركز إلى المحافظة إلى مستوى الوطن كله. إن لم يكن هناك استقرارا تسامحا وسلاما مش هيبقى فيه أي نوع من أنواع التنمية. حضراتكم لو هناك نزاع بالله عليكم في ميكروباصات هتمشي بين بلاد؟ لا لا لا. في تجارة هتحصل؟ لا لا لا. الكل هيكمن للكل حتى يقتص. إذن احنا لما بنحقق السلام الاجتماعي والسلام الأمني بين الناس، الناس بتنام مرتاحة والشرطة بتشوف شغلها، وبنقدر نتحرك في هدوء وأرزاقنا بتزيد والنمو الاقتصادي بتاعنا بيزيد. ده زائد السماحة اللي ربنا ميز مصر بيها
وهي طبعنا على مر السنين وحتى قبل دخول الإسلام. مصر تتميز بالسماحة والكرم والاستقرار. فالنهاردة نحن سعداء ومعي كل الحضور والمنصة الكريمة بأن احنا بنقدم التهنئة لآل السيد وآل عائلة حمد اللي ساعدونا على ان احنا نتواجد بينكم اليوم لنقدم لكم التهنئة وننهي هذا الصراع الذي لولا الجهود المخلصة لناس اشتغلت نحن نقدم لهم الشكر ايضا اشتغلوا من وراء ستار منهم لجنة الصلح منهم ذوي الشأن اللي لهم تأثير على العائلتين رجال الأمن من المستويات الأدنى حتى المستويات العليا هم كانوا أصحاب الفضل في أن تنتهي هذه المشكلة عايز قبل ما أختم كلمتي إن أنا أتوجه بالشكر لكم جميعا وأنقل تحيات كل قيادات المحافظة وأحيي الأخ علي يوسف رئيس مركز ومدينة جرجة وهو قال لي أن هناك طلبا للقريتين وأنا سمعت الطلب أرجو أنه هو ربط النجوع المطلوبة على مشروع الصرف الصحي بالبندرية الشرقية الجاري تنفيذه بالبندرية الشرقية الجاري تنفيذه حاليا استكمال ربط وتوصيل مشروع الصرف الصحي لهذه المنطقة أنا أعلن من هذا الكلام أن هذا الطلب مشروع وملبى وإن شاء الله بإذن الله هيعرض على معالي الوزير وحنكلف الهيئة القومية بمذكرة هيعرضها زي ما أنا قلت لعلي بيه هيعرضها ونوافق عليها والهيئة هتكلف ببد هذه التوصيلات أعلن هذا الكلام أي مطالب مشروع على حضراتكم المكاتب مفتوحة ونحن نرحب بكم في أي وقت في سواء في مجلس مدينة جرجة أو في محافظة سوهاج المكاتب مفتوحة لحضراتكم هذا الوطن يستحق منا الكثير هذه البلد بقياداتها ورأس هذه القيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم كل جهود التنمية ومن أول من ما تولى المسؤولية نحن نرى معدلات التنمية كيف تسير ومفيش مشكلة إلا وبتحل من جذورها هذا نهج جديد على مصر يعترف به من يرى وينكره من يرى أن الدنيا ظلاما وسيظل ينكر هذا لأنه لا يرى مصر تتقدم وستتقدم بسواعدكم في ظل مجتمع مستقر وآمن وإن شاء الله تتبوأ مكانتها بين الأمم أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا سيد الدكتور بسام أحمد عزام سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج فتح على نفسه باب الطلبات واحنا من عادتنا لما بنعمل صلح بناخذ هديه من المحافظه ما احنا عارفين احنا بناخذ هديه القريه اللي بيتم فيها صلح بتاخذ هديه من المحافظه وسيادتك فتحت الباب بنضار الشرقيه يتم الرب استكمال المحطه والشغل شغال حيتم استكمال
بنظار الغربية سيادتك الأرض اعتمدت وكل حاجة اعتمدت بس واقفة على إشارة من سيادتك للتنفيذ بنظار الغربية. بنظار الغربية لو كانت الأرض اعتمدت أي أن إجراءات التخصيص تمت هيبقى خطوة فنية عشان برضو أنا ما بحبش أتكلم إلا بمنهج علمي حتحال إلى مهندسي الهيئة القومية هيبصوا على مكان الأرض وهيشوفوا مناسيب الانحدار مهيئة إذا كانت تمت المعاينة الفنية وسيد رئيس المدينة حيقول إن الهيئة اعتمدتها فنيا اعتبروا الطلب مجاب. بارك الله فيك. تمت المعاينة سيادتك معاينة من القاضي. أنا شارط كلامي علشان ما نقولش كلام نتحاسب عليه. الأرض يجب أن تعتمد فنيا. معالي الدكتور تم رفع المناسيب جميعا. إذا اعتمدت سيتبقى خطاب من السيد رئيس المدينة لنا إنه عايز هذه التوسعات إحنا حنوافق عليها بإذن الله بإذن الله. وإذا كان السيد رئيس المدينة عايز يضيف إضافة يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي للمنصة الكريمة والسادة الحضور جميعا وألف ألف مبروك على هذا الصلح الكريم. بالنسبة لمشروع الصرف الصحي في بندار الغربية تم اختيار المواقع ورفع الميزانية الشبكية بمعرفة الهيئة القومية وجاري حاليا إعداد التصميمات للبدء في التنفيذ. بارك الله فيك. شكرا. هذا الكلام أنا بقول لحضراتكم طالما سمعت إن الشغل لازم يكون بمنهج علمي. أنا ممكن أقول موافقين بس نلاقي نفسنا بعد ما قلنا في مؤتمر عام قدام القيادات وقدام الناس يرجع يتاخد علينا الكلام مرتبط بالموافقة الفنية وطالما أن هناك موافقة فنية فاعتبروا أن الأمر مجاب. بارك الله فيك. ماشي تفضل. شكرا تمام. طيب أنا وأنا بنتكلم وطبعا بعد منظار الشديد كلمت قلت منظار الغربي لان الموضوع فنيا زي ما قلت سيادتك منتهي. عمده البياض والجلال اللي هي فيها الصلح واهالي البياض اللي لها راي بيقولوا لي والبياض والجري في اشطر صح مندوب عنهم طلع على الملعب. بصوا انا هقول لكم حاجه. شوف يا عمده اتفضلوا استريحوا. انا بقول السيد رئيس المدينة وكلام بقوله مسؤول بيقوله للسيد رئيس المدينة قدام حضراتكم نقل مشاكل البياضية وريت حضرتك تبقى في مكتبي وإحنا هنعتبر الأمور إن شاء الله بإذن الله. جربوا إن أنتوا تشتغلوا مع مدرسة عمل سريع بإذن الله إن شاء الله. الآن أيها السادة بعد سرد المطالب والإجابات عليها مع العين التي هي ضمن عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أظن كلكم حكم. شوف كده السادة الضباط برا وجوه شوفوا واقفين على رجليهم من ساعة ما جيتوا وهم واقفين على رجليهم ليه؟ حفاظا علينا كلنا حفاظا على إخراج هذا المشهد واقفين على رجليهم ضباط وأمناء وعساكر وحفراء جميع فئات الشرطة لها منا الشكر والتقدير لما يبذلونه من جهد. والآن مع التوعية الأمنية والنصائح الأمنية من وزير الداخلية في محافظته السيد اللواء هشام الشاشي مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فليتفضل مشكو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حضرات السادة المنصة الكريمة السيد الأستاذ الدكتور بسام عزام
نائبا عن السيد الأستاذ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج. المنصة الكريمة إخوتي الأعزاء نواب الشعب رشدي بيه همام محمد بن جبالي، وده طبعا احنا بنعتبرهم طبعا عشان هم ضباط شرطة اصلا فليهم معزة، ويبقى البلد والمدينة اللي بيمثلوها فليهم معزة خاصة عندنا في وزارة الداخلية. فانا بقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اخر واحد بيتكلم بتبقى الناس تعبت، بيبقوا هم خلصوا الكلام، فانا هتكلم كلمتين صغيرين عشان ما اطولش عليكم، لان انا عارف ان انتوا قاعدين من بدري، وانا بعتذر للتأخير لان كان عندنا مشكلة يمكن في مركز المراغة، فاضطرينا ان احنا نتأخر عليكم شوية، فاعذرونا وانتوا اهل كرم اصلا. انا هما كلمتين صغيرين، انا هكلمكم كضابط شرطة مولانا وسيدنا اتكلموا عن الصلح والتسامح في القرآن وفي الانجيل. السيد السكرتير العام اتكلم عن الاقتصاد وتأثيره، لكن انا هتكلم في الامن شوية. الواقع حصل، ناس ماتت، مين اللي كسب؟ ناس ماتت وناس اتحبست. مين اللي كسب؟ انت كده خدت حقك. شيطان الانس. لما باجي بتكلم مع حد من الاخوة دول، ايه اللي انت عملته ده؟ يقول لك المعايرة. يعني هي المعايرة؟ طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يقول لك اصل المعايرة. طب المعايرة ده من مين؟ ما هو من شيطان الانس، هو اللي وسوس، مش كده؟ طب اللي مات ده مش بيوت خربت واطفال يتمت بصفه عامه وارض بارت ما لقيتش حد يزرعها، والتاني اللي دخل السجن نفس الكلام، ما هو اللي دخل السجن كانه مات. مين المستفيد؟ مين اللي استفاد غير الشيطان؟ ويجي واحد يقول لك انا اخد طاري من اللي قتل اخويا. طب خد طارك من اللي قتل اخوك كده، ياخد طاره من ابن عمه، يقول لك اهم العيلة. طب ده ذنبه ايه انت موته؟ طب ما هو اللي عمل الفعل دخل السجن وكلنا هنموت، ولا في حد بيقبض في الدنيا؟ مش كله هيموت؟ واللي اتقتل ده هيقابل القتيل عند ربنا وهيقتص منه. فانا بتكلم وبقول نداء للناس الوجهاء اللي قاعدين قدامي دول، كبار العائلات، العمد، مشايخ، الوجهاء، اخواتي الافاضل، اعضاء مجلس النواب، رجال الدين، ساعدونا ان تبقى سوهاج بلا خصومات. ساعدونا، احنا عايزين الامان للناس كلها، وده دوركم انتم، دور الناس الكبار، عقلاء،
لو نعمل مبادرة سيادة النايب وانتو حضراتكم يعني اخواتنا الافاضل وضباط شرطة ان احنا نعمل مبادرة وتبقى بدايتها من مركز جرجة. وانا معلوماتي الشخصية انا من بحري وانا معلوماتي عن الصعيد وعن سوهاج ان جرجة دي اصل سوهاج مش كده برضو يا سيادة النايب؟ كان الاسم مدير جرجة مش كده؟ جرجة دي اصل سوهاج يعني انا كان ممكن ابقى مدير امن جرجة مش كده؟ مدير جرجة اما انا ابقى مدير امن جرجة صح؟ صح؟ فانا بتوجه ليكم مبادرة منكم اللي معاه قطعة سلاح مش مرخصة يسلمها للسيد النايب اللي معاه قطعة سلاح يسلمها لسيادة النايب. طبعا كلنا بلمنا وبصينا كأن ولا واحد فيكم معاه حتة سلاح ولا واحد فيكم طبعا معاه حتة سلاح. انا اللي معايا سلاح مش مرخص انتم ما معكمش لا يسلمها لسيادة النايب في حد من اللي قاعدين يقول انا عندي محدش صح فمبادره من مركز جرجة يا ريت نعيش مع بعض كلنا في امان عشان ولادنا مش عشان نحن خلاص اللي جاي مش قد اللي رايح لكن طب ولادنا هنورس لبعض الخصومات هنورس لعيالنا بدل ما نورس لهم ارض ولا زرع هنورس لهم خلافات وخصومات انا كده خلصت كلامي والباقي بقى عليكم وعلى السيد النايب ورشدي بيه وحدي شكرا السلام عليكم ورحمة الله شكرا سيد اللواء هشام بن الشافعي على هذه التوجيهات الطيبة. طبعا هو قال كلكم كده يا سكتوا متوقعينش ان الطلب يكون من سيادة اللواء اللي قال لكن احنا ادانا حقنا بارك الله فيه عشان كده بنقولوا له حنشوفك كثير ان شاء الله في الايام اللي جايه دي لان عندنا سلسله خصومات قيد الانهاء حنشوفوكم فيكم نعم وعد مني قدام الناس دي كلها وانت عارف انا بتكلم على ماشي بارك الله فيك ابو نجد الاعلامي قدام الناس عايز الواحد اللي هو انا مصر وعد ان احنا حنتمها معاك لان احنا بدأناه ان شاء الله وعد والتوفيق من الله بارك الله فيك ان شاء الله يشكر بارك الله فيك بصراحه يعني سياده اللواء شجعنا ان احنا نبشروا بالبشره دي ان السلسله باتت ويمكن طول فتره الانتظار محمد بيساعد في نقاش حوالين المواضيع اللي شغالين فيها على وهو موجود سيادة والان ده اعلان حنجولك يا باشا حنجولك ماشي حاضر أيها السادة الآن أستأذن حضراتي في اللحظة المرتقبة وهي مراسم الصلح مراسم الصلح تنفذ دائما وأبدا أقول مراسم الصلح تنفذ حسب ما اتفق عليه
مجرد توقيع محضر الصلح تنتقل المسؤولية منا أو كلجان صلح تصبح مسؤولية أمنية. فمن يخل بالمراسم التي تم الاتفاق عليها سيحاسب أمنيا وليس منا. الآن أنادي على الحاج عبد العاطي أحمد علي آل السيد البياضي والقرية. وأنادي على الحاج سعد سيد إبراهيم آل حمد بالبنطار معتذرا. أيها السادة، الطرفان أمامكم في صلح ومحبة ووئام. الحاج سعد يقدم الاعتذار. نعتذر لك حاج أبو المعارض. عم الحاج أنا قبل. بارك الله في الجميع، بارك الله في الجميع، بارك الله في من اعتذر، وبارك الله في من قبل، بارك الله في من اعتذر، وبارك الله في من قبل الاعتذار. والآن استكمالا للمراسم أنادي الحاج أحمد عبد العاطي أحمد علي، الحاج علي عبد الحميد إبراهيم، الحاج محمود عبد العاطي أحمد علي، الحاج عادل عبد الحميد إبراهيم. الآن تعال كده محمود، تعال حاج، تعال حاج محمود هنا وقف جنب بعض، تعال خش لقدام، خش عشان المسلم، تعال حاج، تعال وقف جنب بعض. أيها السادة، أولا اعلموا أنكم الآن تقفون بين يدي الله، اعلموا أنكم الآن لا تضحكون على بشر ولله المثل الأعلى، إنما إن خنتم فإنكم تخونون الله، وها هو العهد أمام الجميع. ضعوا أيديكم جميعا حتى أضع عليها كتاب الله. مد إيدك عم، وترددوا صوت مرتفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقسم بالله العظيم، نقسم بالله العظيم، نقسم بالله العظيم على أننا اصطلحنا وتصافينا وتسامحنا ونزعنا ما في صدورنا من غل وحقد وكراهية، وأدلناها محبة ومودة وسلام، والحضور شهود على ذلك، والله خير الشاهدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة في السماء. تصافحوا لله تحت المنصة، تحت المنصة، تحت المنصة، تحت المنصة، من تحت، من تحت، من تحت، من تحت، من تحت، من تحت، من تحت. سمعت من وجه الله الكريم. بارك الله فيك، تفضل انزل من تحت، من تحت، من تحت، عشان خاطر الجنب من النص. والآن مع مسك الختام وفضيلة الشيخ عبد الحفيظ البغدادي فليتفضل مشكو. أيتي 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 أيتي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم الفاتحة. أيها السادة، أعد هذا الحفل فراشة الشهيد لصاحبها الحاج سالم الصديق وأولاده بجرجة. نشكرهم جميعا. مكسر فيديو فلاش بجرجة، إدارة المهندس محمد شلبي فاو بجرجة. الإعداد والإخراج فراشة الشهيد لصاحبها الحاج سالم الصديق وأولاده بجرجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معنا الناس الحلوة دي. Thank you.
الله.